هل يجوز صيام يوم الاثنين وهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز، لأنه لم يرد أن أنه يصام يوم الاثنين ويهدى للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد أن يصوم الإنسان يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع لنفسه، يصومه لنفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ويقول إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يستحب للمسلم أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس لنفسه، أما أن يهدي ثوابه للرسول أو إلى غير الرسول فهذا لم يرد به دليل، فيكون بدعة. جزاكم الله خيرا.